المبدع على انتزاع نقطة هذا الشوط. الشوط الأول الرئيسي. قرار قرار يلا يا قرار يلا. مازون في المركز الثاني. اعملي يا مازون وحاولي. المركز الثالث من هناك فتنة. وفي المركز الرابع هناك منصورة. ولكن قرار من البداية وحتى هذه اللحظات تواصل ما أراد لها المبدع حمد بن علي بن حلفان المري. خطط لهذا الشوط، رسم الخطة الاستراتيجية التي بدأت تؤتي بثمارها الآن من خلال هذه القرارات الحكيمة التي تترجم على أرض الواقع. مع قرار قرار إذا معها ناموس الشوط الأول الرئيسي. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز قرار بالمركز الأول، وللمبدع حمد بن علي بن حلفان المركز الثاني. أربعمائة متر يا متابعين عن خط النهاية، مسافة طويلة على المركز الأول ولكن قريبة على الطامعين والراقبين في اختطاف هذا المركز. يا سلام، المركز الثاني زاهي 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 زاهي، وموال أيضا يقترب من المراكز المتقدمة الأولى، وما زال زاهي وما زال مطفوق على مقدمة الشوط، مطفوق مطفوق يحسم ويختطف هذا الشوط الأول الرئيسي باسمه ليسجله باسمه. ولكن انطلق زاهي، انطلق زاهي، زاهي 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 زاهي، خطف الشوط زاهي في الوقت الحساس. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللمضمر سالم بن فاران المري على فوز زاهي واختطافه لناموس الشوط المركز الثاني. برزة دخلت الآن في برزة الصدارة، تحتل المركز الثاني، والعفريت ما زالت مسيطرة وما زالت متصدرة وما زالت هي الأولى، ما زالت هي المتفوقة. تسري أوامرها على الجميع، أوامرها تسري على الجميع. شوفوا كرم، قلت لكم بأنها كريمة، بأنها جوادة، بأنها سخية، بأنها معطاة لكل ما تملك من عطاء وأصالة. ولكن العفريت اسم على مسمى الذهبي، العفريت في المركز الأول، المركز الثاني برزة، والمركز الثالث كرم. هجوم من العملاق على الذهبي، ولكن العفريت هي من كسبت الرهان. تهانينا لهجن الشحانية والمضمر الذهبي سالم بن فاران المري المركز الثاني. النهائية للزام على المركز الثاني لهجن شحانية. يا سلام يا سلام، ينطلق شاهين أحد الطيور الجارحة. شاهين شاهين يقلع يقلع من هنا الطير الجارح، شاهين حر ينطلق 300 متر الأخيرة. وهجن الشحانية دائما بالفورمة، دائما بالفورمة، إمبراطورية الشحانية الكبيرة والعملاقة. سالم بن فاران المري الذهبي، الذهبي يعرف الذهب ويعرف شاهين، وشاهين يعرف مال المضمر الكبير الذهبي. يا سلامية متر الأخيرة، ويعرف طريق الفوز وطريق الناموس وخط النهاية مرحبا بشاهين وشعار شاهين. هذه لحظات الفوز ولحظات التتويج. المركز الثاني للزام لهجن الشحانية. في التضمير نعود إلى المقدمة، زرزف 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 مشاهدين الأفاضل، غيرت من الجانب الأيمن، زرزف زرزف لهجن الشحانية وتضميرها مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. الله يا سلام يا سلام، رقم المحاولة هنا من نفس الشعار ونفس المالكي ونفس المضمر، ولكن هنا الدخول من جميلة جميلة قادمة هنا لا محالة. ولكن زرزف زرزف مع المركز الأول، زرزف زرزف يا سلام. تهانينا من هذا المكان ومن هذا الموقع لهجن الشحانية على فوز زرزف بالمركز الأول، كما نهني مضمرها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني وصلت ملوى لهجن الشحانية، المركز الثالث. Yeah.
أعود مع قشام من يقود الصدارة وينطلق بالقيادة بتقديم الإثارة مع المقدمة. قشام حامل شعار هجن الشحانية المتواجدة بقوة بهذه الفترة المسائية، مسجل التوقيتات الزمنية المميزة والتي تسجل لأول مرة في هذا الموسم. الله يا قشام، قشام مع الصدارة مع المقدمة ومع قيادة مجريات هذا الشوط. المشاغب بدأ يشاغب مع قشام ومع انطلاقته. محمد بن خالد العطية من يقود بعملية التضمير ومن يقدم لنا قشام ولحظة قدومه إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس ومحققا هذا الانتصار المميز الثاني والتبريكات للمراكز. كان الوصول من قبل فرق كلام آخر. أيضا أول الواصلات والمهددات، لمحة هي لمحة 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 مشاهدين الأعزاء، وتصل أيضا يا بوي الجساسية الجساسية الجساسية، وهذا الاسم الكبير، هذا الاسم التراثي الكبير الذي صار وجال مع هذا الشعار تحديدا، مع هذا الشعار. ولكن الدوحة واللحظات الأخيرة، آخر 100 متر آخر 100 متر غيرت الجساسية، خطفت المركز الأول، طارت بناموسه، حلقت وهدة السلام لهذا الشعار ولهذه الجماهير التي حضرت واتت لمشاهدة هذا الشعار وللاطمئنان عليه. تهانينا للسلطان الوهيبي على هذا التضمير المميز لحظات الوصول، تهانينا والناموس. المركز الثاني الدوحة تتغير الأسماء، تنافس شديد، تنافس كبير ما بين الطائر وبارود. بارود ينطلق على المركز الأول لهجر شحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي في هذه اللحظات 300 متر الأخيرة 300 متر الخطيرة. الطائر على المركز الثاني أيضا لهجر شحانية. المركز الثالث يصلنا طماع لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني، لكن تهانينا والناموس لهجن الشحانية. وهذا بارود اللي يقترب من النهاية، يقترب من لحظات الفوز، يقترب من نهاية الشوط بعد لحظات الأربعة كيلومترات. هذه 50 متر عن الناموس. تهانينا لهجن الشحانية وللعملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني القيادة والريادة مع أرزنه 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 مع شعار هجن الشحانية ومع سلطان الوهيبي. ولكن مزنة على المركز الثاني، وصلت مزنة الخير لهجن الشحانية مع المضمر الذهبي سالم بن جابر بن فاران المري. وعلى المركز الثالث كذلك الجساسية لهجن الشحانية مع الذهبي سالم بن جابر بن فاران المري. ولكن نعود إلى أرزنه مع المركز الأول مع العملاق. ولكن هنا على المركز الثاني لا زالت الأمور مع أرزنة بدون أي تعليمات. المضمرين محافظين على هذا المستوى بدون أي أوامر تصدر على هذه الهجن التي وصلت معنا في المركز الأول والثاني بدون أي تعليمات. تهانينا والناموس. مع المركزين الثاني والثالث جميعا مملوك الهجن الشحانية وبرفقة السلطان بن محمد الوهيبي من أطلق عنان الفائز مع المركز الأول. الفائز بدأ ينطلق مع الصدارة، بدأ يتواصل مع القيادة والريادة لمجريات هذا الشوط. الفائز مسيطر على أول المراكز، منطلق بقيادة مجريات هذا الشوط هجن الشحانية المالكة وعملاق المضمرين. سلطان بن محمد الوهيبي هو من يرافق الفائز بعملية التضمير، وأيضا من يرافق المحيط مع المركز الثاني ويرافق الأسماء الكبيرة. سلام وتحية واحترام لهجن الشحانية ولعملاق المضمرين من قدم لنا الفائز بالمركز الأول والمحيط بالمركز الثاني ثالث المراكز. شعاع
وشعاعها الأصيل على المركز الثاني، شعاع وغارة والمعركة طاحنة مشاهدينا إلى عزاء والتنافس مدير ما بين المركزين، ما بين المركزين شعاع وغارة. انطلقت غارة مع الذهبي بقيادة الذهبي، وشعاع يقودها المضمر العملاق يتابعها العملاق. شعاع وغارة جنبا إلى جنب، الأمتار الحساسة 200 متر يا مضمرين. شعاع ولكن غارة، غارة غارة غارة، وتحركت شعاع يا بوي على اللقاية اللي طارت، طارت جنبا إلى جنب. شعاع 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 تختطف هذا الشوط وتطير بناموس الشوط. تهالينا نجل الشحانية والسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني غارة، أيضا نجل الشحانية. محمد بن خالد العضية اللي يتقدم في هذه اللحظات العضية، اللي يتقدم. الله الله يا مغرور، مغرور بالفعل اسم جميل، اسم ممتاز، اسم جميل، ولكن سيار 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 ومغرور. كلهن لهجر الشحانية، ولكن مع المضمرين مع العملاقين المشاغبين. يا سلام في مقدمة الشوط سيار 100 متر النهائية، 100 متر الختامية الأخيرة مشاهدينا الأعزاء. هذه لحظات الوصول. تهانينا للعملاق، تهانينا لك يا العملاق، وتهانينا لهجر الشحانية وجماهيرها. المركز الثاني اللي وصل مغرور لهجر الشحانية مع المشاغب. المركز الشواط القادمة لا ننساه، ولكن نتابع، نتابع شوطنا، نتابع شوطنا. يا سلام هنا السيلية، هجن الشحانية، حمد بن علي بن حلفان المري، ولكن غيرت من الجانب الأيمن، غيرت غيرت مشاهدينا الأفاضل. هداجة هداجة لهجن الشحانية مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. يا سلام تحركت هداجة، هداجة 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 تيمة. يا سلام الله، هذه هداجة مشاهدين الكرام، تحتل المركز الأول، تسجل تسجل الشوط باسمها أيها الإخوة الأفاضل. هذه هداجة لهجن الشحانية مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. لحظة وصولها إلى خط نهاية المركز الثاني، وصلت على المركز الثاني. يقدم لنا هذا المسمى ليكون وليسجل اسمه بحروف من ذهب، ولكن أعود أعود مع مبعد، مبعد مع الصدارة، وقادم بهذه اللحظات مسيطر ومتواصل بهذه الانطلاقة، شديد شديد ومبعد ومسيطر. اللحظات الأخيرة مبعد ما زال مسيطر على مجريات هذا الشوط، ومنطلقا بقيادة الأسماء المتواصلة برفقته. مبعد على الصدارة، على المقدمة، على القيادة السليمة لهذه الانطلاقة المميزة مع أول المراكز هجن الشحانية المالكة والعملاق سلطان بن محمد الوهيبي. كم أنت عملاق أيها العملاق بتقديم الأسماء الكبيرة بهذه الانطلاقات المميزة. ثاني المراكز شديد لهجن الشحانية. هجن الشحانية تضمير مع سلطان الوهيبي، ومشهورة مشهورة مشهورة 300 متر. هل تواصل المشوار ونيل هذا الانتصار، ام يكون لمن تتقدم راها رهف تسرق المراكز وتتقدم مركزا تلو مركز. والعصا قوس قوس، رهف 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 تشن الغارة وترفع راية التهديد، ولكن مشهورة مشهورة ما زالت صامدة. متابعين الاعزاء حتى هذه لحظات خط النهاية يقترب، وهي تقترب، ورهف أيضا تقترب. مشهورة ورهف، مشهورة ورهف، والعصا قوس مع رهف، ومشهورة أيضا أوامرها طفيفة، ومشهورة مشهورة مشهورة تنتزع هذا المركز المرموق. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللمضمر محمد بن خالد العطية المركز الثاني. محمد بن خالد العطية، ولكن أعود إلى الشحاني، شحاني والفوز، شحاني مع الاثنين، صنديد والشحاني، صنديد والشحاني
مع المشاغب والمبدع في لحظات الأخيرة، في لحظات الناموس، في لحظات التتويج. يا سلام، هذه لحظات الفوز ولحظات الانتصار مع الشحاني وصنديد واصل. صنديد واصل باللحظات الأخيرة لهجر الشحانية. يا سلام، صنديد والشحاني، الشحاني يطير، الشحاني يقلع بمساء الشحاني، ناموس شحاني لأهل الشحانية ولهجر الشحانية وللمبدع حمد بن علي بن حلفان المري. هذه لحظات الفوز ولحظات الانتصار. المركز الثاني صنديد لهجر الشحانية. وتقدمت أريان، وهنا في المنتصف سباير وبخلفهن وبرفقتهم فتنة، وأيضا تتقدم تشريف، تشريف. ولكن أريام، أريام لهجر الشحانية مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، 300 متر الأخيرة، 300 متر النهائية، نهابة، نهابة من الأول. ولكن شوفوا اللي تسللت، شوفوا اللي تقدمت، الدانة، 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 الدانة لهجر الشحانية مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي اللي فازت بهذا الشوط، فازت بهذا الشوط. تهانينا والناموس لسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي على فوز للمرة العاشرة في المساء هذا اليوم مع هجر الشحانية. المركز الثاني اللي هي رياض هجر الشحانية، المركز الثاني إلى خجل، خجل غيرت الأمور، خجل مشاهدين الكرام مع المشاغب محمد بن خالد العطية. يا سلام، غيرت خجل، خجل، خجل. ولكن هنا القدوم من سرابة، سرابة قادمة لا محالة على المركز الثاني، غيرت إلى المركز الأول سرابة لهجن الشحانية بقيادة سلطان بن محمد بن سالم الويبي. وهنا القدوم، القدوم من بلشة، بلشة على المركز الثالث لهجن الشحانية بقيادة سالم بن جابر بن فاران المري. ولكن نعود، نعود وإياكم إلى سرابة، سرابة، سرابة. تهانينا لهجن الشحانية على فوزها بالنقطة الحادية عشر برفقة سلطان بن محمد بن سالم. الجميلات النادرات بهذا العطاء وبهذا الأداء. يا سلام، هذه الذخيرة، الذخيرة تحركت. يا سلام، وصلت الواعية، الواعية على المركز الثاني، الذخيرة على المركز الأول، المركز الثالث. هنا القدوم والوصول في هذه اللحظات من قبل العاصمة لهجن الشحانية كذلك. ولكن الله، نعود وإياكم، نعود إلى الذخيرة، الذخيرة مع المركز الأول. ولكن لاحظوا معي المركز الثالث، القدوم من القارية، 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 الله، وصلت القارية، درب يا جماعة للقارية. هذه القارية، تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز القارية بالمركز الأول. المركز الثاني المركز الثاني المدينة لهجن الشحانية المالكة والمضمر حمد بن علي بن حلفان المري. نشوة تنطلق مع المركز الثالث، تتواجد بهذا الانطلاق الجميل وحامل شعار هجن الشحانية وبرفقة العملاق مشاغب المضمرين محمد بن خالد العطية. يا سلام، ما زالت الأمور تسير لصالح مسيرة، مسيرة مع الصدارة، مسيرة والمدينة، ونشوة قادمة. اللحظات الأخيرة ثلاثية على الصدارة، المدينة مسيرة، نشوة غيرت المدينة، تسير المدينة مع الصدارة، ولكن نشوة تتواصل مع أول المراكز. سلام وتحية واحترام لمالك نشوة هجن الشحانية وللمضمر محمد بن خالد العطية. مركز ثاني مدينة لهجن الشحانية، مركز ثاني مسيرة لهجن الشحانية، مركز الرابع.